السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم المشهد، ونخصص هذه الحلقة لمناقشة أبرز تطورات المشهد السوري خلال أسبوع. أبرز تلك التطورات بالتأكيد الضربة الصاروخية الأمريكية لمطار الشعيرات في ريف حمص ردا على مجزرة النظام باستخدام السلاح الكيماوي في خان شيخون. وفي ردود الفعل الدولية اليوم يلتقي وزراء خارجية مجموعة الدول الصناعية السبع في مدينة لوكا الإيطالية في اجتماع عاجل حول الهجوم الكيماوي في سوريا والرد العسكري الأمريكي بمشاركة تهدف إلى الضغط على روسيا لوقف دعمها لبشار الأسد الذي واصلت طائراته قصف خان شيخون وغيرها من المناطق السورية التي يسيطر عليها الثوار مستخدما النابالم وغاز الكلور. وفي رد على ذلك قال السيناتور الأمريكي لينسي جراهام إن استئناف رئيس النظام السوري التحليق بطيرانه من قاعدة الشعيرات الجوية يؤكد أنه لا يكترث بالضربة الأمريكية. وفي لقاء مع قناة أمريكية أكد جراهام أن الأسد بهذه الخطوة يرتكب خطأ كبيرا. لمناقشة كل تلك التطورات أرحب معي هنا في الاستوديو بمدير مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية الأستاذ زهير سالم. أرحب بك سيد زهير سالم. أهلا بكم، مرحبا. هل فعلا ترقى الضربة الأمريكية التي وجهت الأسبوع الماضي لمطار الشعيرات بأن تكون فعلا أبرز حدث في تطورات ردود الفعل على جرائم النظام السوري لنقل حتى منذ بداية الثورة حتى الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكرا لكم أخي جمال، وشكرا لقناة الحوار ولمشاهديها. الحقيقة قبل التعليق على الضربة الأمريكية، نحن لم يتح لنا بعد أن نتوقف عند الجريمة التي جاءت الضربة الأمريكية ردا عليها، الجريمة التي حصلت الثلاثاء الماضي، جريمة استخدام غاز السارين مرة جديدة في منطقة خان شيخون في سوريا صباح الثلاثاء، يعني قبل ستة أيام تقريبا. هذه الجريمة بكل ما فيها من بشاعة وبكل ما فيها من قسوة، والتي ارتكبها نظام أو رئيس، دعني أقول مرض على الجريمة، والذي شجعه على مجتمع دولي متواطئ، ولنقل بكل أبعاد الكلمة. وأسمح لي هنا بالاعتذار أنه من كثر هذه الجرائم للأسف أصبح الحدث ليس بعضها الجريمة بعضها. أيوة. ولكن أصبح الحدث هو رد الفعل. أيوة. الذي غطى على حجم. نعم. هذه الجريمة باستخدام فالجريمة الكيماوي. الجرائم أصبحت ينسي بعضها بعضا كما يقولون. نحن ما زلنا نعيش كسوريين في ظلال الجريمة البشعة القاسية التي ما زال مع الأسف يماري بها بعض الناس، حتى من بني جلدتنا، حتى من الذين يدعون أنهم أصحاب رسالة وأصحاب مذهب وأصحاب دين وأصحاب قيم، ما زالوا يمارون. أبشع رسالة تقترن مع هذه الجريمة أن أوباما الذي يقول نحن جردنا بشار الأسد من سلاحه الكيماوي ووضع له خطوطا حمراء وألغى الخط الأحمر الذي كان، نكتشف اليوم أن بشار الأسد ما زال يمتلك السلاح الكيماوي، وبعد خان شيخون ما زال يمتلك الكثير، وكانت كل التقارير تقول ذلك. بشار الأسد لم يفتش أحد وراءه كما فتشوا في يوم من الأيام وراء الرئيس العراقي صدام حسين. الروس الذين ضمنوا من بشار الأسد أن يسلم ترسانته الكيميائية، الوكالة الدولية التي تشكلت أو اللجنة الدولية التي تشكلت لم تفتش وراء بشار الأسد. الشعب السوري ما يزال يعيش تحت تهديد كيميائي بشار الأسد، يعني حتى في هذه الصغيرة التي زعموا أنهم جردوا بشار الأسد منها لم يصدقوا. كانت صور الأطفال بأنفاسهم التي تتحشرج في صدورهم مفزعة لكثير من أصحاب القلوب. هذا ممن استطاع البقاء على قيد الحياة، ولكن للذين كانت للأطفال الذين قضوا نتيجة تلك المجزرة. من قضى ومن يعني لفظ أنفاسه وهو تحت التصوير كما يقولون. نحن أمام حالة مفزعة تؤكد شيء واحد، أن بشار الأسد، أن عصابة بشار الأسد، أن المجرمين الذين يركبون الطائرات، طائرات بشار الأسد،
لا يمكن أن يكونوا جزءا من حل سياسي في سوريا. هذه الجريمة تؤكد هذه الحقيقة. ولكن بما أنك بدأت في موضوع المجزرة قبل الرد الأمريكي، ما الذي يدفع بشار الأسد، وهذا ما يقول بعض المدافعين عن بشار الأسد وإيران وحزب الله، ما الذي يدفعه لارتكاب هذه الجريمة إذا كان يعرف بأن هناك رد وأن هذه الجريمة على الأقل ستثير الرأي العام العالمي ضده؟ يا سيدي، يقولون من أمن العقوبة أساء الأدب. بشار الأسد أمن العقوبة. بشار الأسد غره الموقف الجديد من الرئيس ترامب الذي أعلن بأنه ليست مشكلته وليست أولويته بشار الأسد في سوريا، بمعنى أنه يمكن أن يقبل ببشار الأسد. بشار الأسد كما ذكر الكثيرون يظن أنه قد انتصر وأنه منتصر، مع أنه لا يستطيع أن يقف على قدميه إلا بوجود الزينبيين والفاطميين وعصابات من ميليشيات من الناس المستضعفين ووجود روسيا ووجود إيراني. يعني ليس صحيحا، ولكن هذا الغرور هو الذي دفعه. إلى جانب هذا الغرور هناك ملمح آخر، جرعة كبيرة من الحقد والكراهية يضمرها هذا الشخص، ولا أريد أن أقول هذا الإنسان، هذا الشخص ومشايعوه يضمرونها تجاه أبناء الشعب السوري، حتى تجاه الأطفال. يعني هذه الجريمة لو جرت على أمة من النمل، لكن قد وجدنا أن هناك أناس يتعاطفون مع جثامين أكثر من 30 طفل قد لفظت أنفاسها في هذه الواقعة. نحن كما قلت، الدرس الذي يجب أن يستخلص ويستخلصه العالم أجمع، ويستخلصه السوريون، ويستخلصه الذين يذهبون إلى أستانا، ويستخلصه الذين يذهبون إلى جنيف، أن أي حل سياسي مع مجرم الحرب هذا هي جزء من جريمة الحرب. مؤتمر القمة العربي الذي تراخى في لقائه الأخير وأظهر أنه يمكن أن يترك مكان الرئيس الغائب فارغا ويرفع له العلم، عليه أن يدرك أن هذه الجريمة تجعل كل من سيستقبل بشار الأسد مثله في هذا الأمر الذي كنا نتحدث عنه. نحن أمام جريمة حرب. طيب، بكل المعايير. إذن هذه الجريمة بكل معاييرها التي تنطبق عليها جرائم الحرب، ما الذي غير فيها ضربة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمطار الشعيرات؟ يعني أول شيء، اليوم أنا كنت أقرأ رسالة الرئيس ترامب إلى الكونغرس الأمريكي، يقول بأنه أخذ هذا الموقف دفاعا عن المصلحة الوطنية الأمريكية وعن أمن أمريكا. إذن ترامب يرى في هذه الحادثة، في أن يصبح استخدام السلاح الكيميائي أمرا عاديا، وأن يتعود المجتمع الدولي على أن يرى مثل هذه الصور. نحن بالأمس عشنا جريمة بشعة في مصر، عشنا جريمة بشعة من أناس لا ضمير ولا خلق ولا دين، يتجرؤون على أماكن عبادة، على كنائس، ويقتلون الناس داخل الكنيسة. وصل عدد القتلى والضحايا أكثر من 40. لكن تصور لو أن بشار الأسد، وأنا لا أستبعد أن جزء مما جرى في مصر هو جواب على ترامب، لأن هناك شبكة متواصلة من هؤلاء لخلط الأوراق. لو أن هناك كمية من غاز السارين في كنيسة مرقس أو في كنيسة الإسكندرية، أين كنا سنذهب؟ أين كانت ستذهب الإنسانية؟ ما معنى أن يصبح استخدام الغاز الكيماوي في سوريا مرة بعد مرة أمرا طبيعيا، وهو أمر جلل في الضمير الإنساني، في العقل الإنساني، في الثقافة الإنسانية. ترامب عندما يقول أنا أدافع عن أمن أمريكا وعن المصالح الوطنية الأمريكية، كان صادقا في ذلك، لأنه يجب أن يبقى للحرام، وهذا حرام شرعي ديني سياسي إنساني مدني. طيب، ولكن أنت تتحدث كأنه هذه هي الضربة الأولى، وكأنه عدد الضحايا هو العدد الضحايا الأكبر من جرائم النظام الكيماوي. هذه الضربة الأولى بهذا السلاح في عهد ترامب. وأنا أردت أن أقول بأن ترامب بتفاعله مع هذه الضربة نفى عن ساكن البيت الأبيض الأمريكي، وهذه مصلحة أمريكية، نفى عنه سمة البلادة، ذلك البليد الذي كان يسكن البيت الأبيض
وينظر إلى كل هذا القتل وإلى كل هذا الدماء وحتى إلى ما سماه خطا أحمر يتم تجاوزه وهو لا يشعر، لا يملك شعور إنساني في أدنى. يعني نحن مهما كان لنا انتقادات على سلوك ترامب وعلى تجاوزات ترامب، يبقى تفاعله مع الحدث بهذه الطريقة وبهذه السرعة مؤشرا إيجابيا، يجب على الناس أن تنظر إليه باحترام. نقطة مهمة بالنسبة إلينا كسوريين، نحن لم نستدعي إلى سوريا أي غريب ولا أجنبي، ولكنك تعلن الآن لضربة أمريكية على قاعدة هي في النهاية ملك للسوري وليس ملكا لبشار الأسد. هذا الذي أردت أن أوضحه حتى لا يسبق إلى الأذهان، بشار الأسد هو الذي أباح سوريا للإيرانيين وللهزار الأفغانيين وللروس ولحزب الله وللأمريكيين الموجودين بألف رجل في شرق سوريا. بشار الأسد هو الذي أباح سوريا، وهو الذي فتح سماءها لمن هب وأرضها لمن دب. هناك قوى كثيرة تصطرع على الأرض السورية، هؤلاء جميعا يشتركون بشكل من الأشكال في قتل السوريين، في تدمير البنية السورية. جاءت الردة الأمريكية المحدودة بفعل بشار الأسد وبدعوة بشار الأسد، ليس برغبة منا نحن أبناء المعارضة. نحن لا نريد أن نذهب في سوريا إلى مزيد من الحرب. لو خيرنا، خيارنا أن تتوقف الحرب في سوريا، أن ننتهي من القتل ومن القاتل. ولكن ما الذي تريدونه من الضربة الأمريكية إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن هذه الضربة محدودة وليس لها ما بعدها، وهي رسالة فقط لبشار الأسد بأن الخط الأحمر ربما الذي وضعه أوباما يختلف عن خط دونالد ترامب الأحمر، أو ربما ترامب هو الذي فعل خط أوباما الأحمر. لكن أنا أقول رسالة الولايات المتحدة ورسالة ترامب ليست فقط لبشار الأسد، بل إن بشار الأسد هو أصغر من يتلقى هذه الرسالة. الرسالة هي لروسيا، الرسالة هي لإيران، الرسالة هي لكوريا، الرسالة هي لدول كثيرة في العالم. واليوم صرح مسؤولون أمريكيون تماما بما تتفضل به، بأن هناك رسالة لكوريا الشمالية تحديدا بأن استخدام الأسلحة الكيماوية وتحركت الدمار الشامل لن يمر دون عواقب. نحن لسنا في ركاب لا السياسة الأمريكية ولا الموقف الأمريكي، يجب أن تكون الأمور واضحة، ولكننا في حيز تقويم هذه الضربة وتأثيرها على الساحة السورية للمصلحة السورية، وهو تأثير محدود. هي رسالة ذات بعد إيجابي تقول لبشار الأسد هناك خط أحمر حقيقي لا يمكنك أن تتجاوزه. المعنى السلبي للرسالة، المعنى السلبي للرسالة، القتل بالكيماوي ممنوع، القتل بالبراميل المتفجرة مسموح، القتل بالفوسفور مسموح، القتل بالنابال مسموح. هذا كله نحن ندركه ونعيه، ولكن أيضا لا يجوز أن نكون عدميين. يجب أن نقول هذا التحول في السياسة الأمريكية بأبعاده الدولية بأبعاده الأقليمية، يجب أن نتذكر وأن نتابع بأن 6 دول عربية كانت قد لاذت بالصمت، نطقت بعد الضربة الأمريكية، تشجعت شعرت. السعودية، الكويت، قطر، الإمارات العربية، البحرين، الأردن، 6 دول عربية تشجعت لتقول كفى لهذا المجرم في سوريا، وأنها تؤيد أن يكون الوضع في سوريا على غير ما دفع فيه. هذه الرسالة. كيف؟ وهذا السؤال كيف؟ يعني إذا وضعنا هذه الضربة في ميزان الربح والخسارة من قبل مصلحة الثورة السورية تحديدا، أين هي هذه المغانم التي يمكن يكسبها الثوار؟ أنا لا أحب أن أبني على وهم. هي بداية، وهذه البداية قابلة للتطور، وقد تتطور إيجابية لمصلحة الثورة السورية، وقد تتطور أيضا سلبية ضد مصلحة الثورة السورية، لأن أوباء ترامب كما كتب للكونغرس هو يمثل المصلحة الأمريكية ولا يمثل المصلحة السورية. ولكن نحن نقول الآن هناك حجر ألقي في حوض الماء، هناك تموجات. الآن الدور يأتي على المعارضة السورية، على الفصائل السورية، على القوى الإقليمية في المنطقة، على الجميع أن يلتقط لحظة ويدفع لتطويرها في الاتجاه الصحيح. طيب.
الذي يستعين علينا بكل أشرار العالم ليظلمنا وليقتلنا لا عيب علينا إن استفدنا من ظروف ندفع بها عن أنفسنا القتل والظلم. طيب. الآن من تفاعلات هذه الضربة الدولية، لنبدأ بذلك التحرك الكبير للدول السبع الصناعية في العالم اليوم تجتمع حول الموضوع السوري وتحديداً للضغط على روسيا لفك ارتباطها ببشار الأسد. هل تعتقد بأن روسيا يمكن أن تتجاهل الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، اليابان والاتحاد الأوروبي عندما كلهم يجتمعون على كلمة واحدة ويطلبون من بوتين أن يفك ارتباطه ببشار الأسد؟ دعني أحلل ببطء. في مجلس الأمن الصين فكت موقفها عن موقف الروسي في الدفاع عن مجرم السارين بشار الأسد. هذه كانت ملحوظة. وفي آخر قرار مجلس أمن كانت الصين صوتت مع روسيا في الفيتو للدفاع عن بشار. من قبل الأسد كانت مع بشار مع الفيتو. في هذه الجولة فكت موقفها عن موقف بوتين. بوتين بقي وحيدا من الدول الـ15 في مجلس الأمن الذي وقف مع بوتين القاتل شريك الجريمة، بوليفيا فقط. هذا مشهد هذا مشهد دولي يجب أن يقرأ، متطور، موقف متطور. الآن الموقف البريطاني، بوريس جونسون وزير الخارجية البريطاني ألغى زيارته إلى موسكو لأنه قال أنا ليست أولويتي أبحث في موسكو، أولويتي أبحث كيف ننتهي من بشار الأسد. وكان هذا المؤتمر أو انشغالا بهذا المؤتمر الذي يعد له، يعني أنا لا أريد أن أبيع يعني مديح بدون ثمن، ولكن أقول المشهد كان قاسيا على كل من يبلغ مثقال ذرة حبة خردل من خير، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، حبة خردل من خير في قلوب الناس الذين رأوا مشهد الأطفال يجودون بأنفسهم. أقول هؤلاء الآن يجتمعون لتقديم سياسات بديلة، استراتيجيات بديلة. نحن عندما كنا نتساءل عن ما يمكن أن تؤول إليه الضربة، كثيرون قالوا ترامب أقدم على الضربة ولكنه يفقد الاستراتيجية. حتى محللون أمريكيون قالوا هذا. يبدو بأن هذا اللقاء الآن سيضع الاستراتيجية الحقيقية لحل سياسي. نحن نصر ولا يتضمن بشار الأسد، هذا الذي أكده بوريس جونسون اليوم. أنا هذا الذي أريد، يسعى مع شركائه في الدول السبع لهذا للتوصل لحل سياسي لا يتضمن بشار. يعني لا بشار، لا بشار ولا الحاصوري. الحاصوري الطيار الذي ألقى القذائف الكيميائية على خان شيخون ولا أمثال الحاصوري. يعني القضية ليست منحصرة بشخص بشار، منحصرة بهذه الشريحة من مجرمي الحرب الذين يجب أن يقادوا إلى المحاكم. نحن لا نريد أكثر من العدل. وهل هذا تطور؟ لأنه قبل أسابيع فقط كنت تعلم بأن الزخم بمطالبة بشار الأسد قد خفت، وحتى الولايات المتحدة الأمريكية وزير خارجيتها في تركيا قبل أسبوعين قال بكل وضوح بأن بشار الأسد ليس أولوية هذا بالنسبة أنا لها. الذي قلت هذا الذي غر بشار الأسد، هذا هو الذي جعله يشعر بأنه منتصر، هذا الذي جعله يندفع إلى هذه الجريمة. الآن يبدو أنه ارتكب الحماقة، وربما تكون الحماقة التي ستكون القاضية بالنسبة إليه. هذه الدول السبع الآن سيكون لها وضع استراتيجية جديدة. إذا أحببت يعني ننقل المشهد المقابل، اليوم أعلنوا أو بالأمس أعلنوا عن تشكيل ما يسمى القيادة الموحدة لمواجهة الدول السبع. هذه القيادة الموحدة في الطرف الآخر للدفاع عن سوريا ولصد العدوان الأمريكي، روسيا، إيران، بشار الأسد، الزينبيون، الفاطميون. ما قيمة هذا؟ يعني لاحظ هذا الهزال. كان وزير أو رئيس مجلس الأمن القومي في روسيا اليوم يقول ويصرح، وهنا أنقل تصريحاته، بأن روسيا لن تواجه الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا. فيكتور أوزيريوف رئيس لجنة الدفاع والأمن، وقال بأنها لن تخوض معارك ضد القوات الأمريكية ودورها فقط لدعم جيش تابع للنظام ضد الإرهاب. دعني أعيد الصياغة. روسيا لا تجرؤ على أن تواجه. أنا عندما أقول لن أواجه كأنني أملك الخيار. روسيا لا تملك الخيار. وترامب عندما قرر أن يضرب، وأنا لا أعتز بترامب وإنما أحلل، أبلغ الروس
أنه يريد أن يضرب وأخلو لنا الطريق، ما استشارهم، وإنما كان يريد ضربة بحجم معين بسقف معين وعلى بوت أعطاه خبر، قالوا قبل ساعة ونصف أو ساعة أعطاه خبر بأنه نحن بدنا نضرب في المكان الفلاني، افتحوا لنا طريق فقط. ولم يخرج صاروخ واحد في اتجاه ولم يجرؤ الروس يعني. عندهم يقولون عندما وصلت الاس 400 والاس 300 وقالوا لنا يصيد الذباب في الفضاء الخارجي، ولم يجرؤ ان يحرك بوتين ولا غير بوتين اي صاروخ. الان الامر الدعايه الروسيه الاعلاميه التي ينفخ فيها بشار الاسد بانهم شكلوا القياده الموحده وان حزب الله حسن نصر الله سيرد على واشنطن وهكذا يقولون، ما هو من عندي، وانه علي خامنئي بتصريح خاص له سيرد على واشنطن، وان هذا الكلام انا لا اتكلم معتزا بواشنطن كما اقول، ولكن اقول هناك معايير ثقل حقيقية في الساحة الدولية. نحن نحارب، لا قلنا نحن لسنا بحجم روسيا، لسنا بحجم إيران كثورة سورية، ولكننا نملك إرادة شعب مقاوم، هذا هو ثقلنا الحقيقي. ليس ثقلنا الحقيقي أننا نجابه لا التوماهوك ولا نجابه الاس 400، هذا ليس ثقل حقيقي. لكن الآن المشهد المتغير في الساحة، أمريكا كدولة ذات ثقل سمعوا كثيرا أو كرروا على أسماع العالم كثيرا أيام أوباما المتخلي والمنعزل بأن العالم عاد إلى ثنائي القطبية، يبدو أن ترامب يريد أن يتمسك كتاجر في السوق يتمسك بأحادية القطبية التي يريد لأمريكا أن تمثلها. طيب، وزير الخارجية الروسي بعيد الضربة الأمريكية قال بأن العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية عادت إلى ما كانت عليه أيام باراك أوباما، هل هذا هو من ناحية السورية تطور سلبي أم أنه تطور إيجابي؟ لا، هو يقصد هم عندما دخلوا في عصر ترامب وكان ترامب قد أرسل العديد من الرسائل الإيجابية إلى بوتين أثناء حملته الانتخابية، كانوا يؤملون أن ترامب قد أخلى تماما الساحة السورية وتركها لهم وأنه سيفاوضهم على أمور أخرى في أماكن أخرى، ولكن ترامب يبدو أنه فاجأهم الحقيقة بهذا التحول وهذا التحول السريع، ويبدو أن هذا إذا أردنا أن نذهب أكثر في التحليل جزء من مشكلة ترامب الأمريكية الداخلية. ترامب الآن على صعيد الكونغرس الأمريكي متهم بأن بوتين كان له يد في إنجاحه في الانتخابات في العملية الانتخابية، فهو أراد أن يقطع كما يقولون هذا الخيط، يقطع هذا الطريق بهذا التصرف، ولكن ما الذي بدخول معركة صارخة مع بوتين مباشرة. يعني ألا يعتبر ذلك أمرا حساسا بالنسبة لكم أنتم السوريين عند المضيف التحليل بأن دونالد ترامب أراد بهذه الضربة أن يحقق أهداف خاصة عن ارتباطه بروسيا أثناء حملته الانتخابية؟ يعني هذا أمر القراءة السياسية في السياسة، الحدث لا يفسر بعامل واحد، أحادية التفسير دائما تقتلنا نحن أبناء الأمة العربية بشكل خاص، الأحداث لا الأحادية، هناك عوامل كثيرة تؤثر على صانع القرار، منها ما هو شخصي، منها ما هو داخلي، منها ما هو خارجي، منها ما هو معي. لذلك نحن عندما نستحضر هذا نحاول أن نضع الحدث في إطاره. اليوم أنا كنت أقرأ بأن ابنة ترامب كان لها تأثير، قالت كثير من المواقع الأمريكية بأنها يعني صدمت بصور الأطفال وذهبت إلى والدها وطلبت منه أن يتدخل. عندما تسمع مثل هذا الكلام وهذا عمل شخصي، ألا ربما يصاب الإنسان بالإحباط؟ لماذا سقطت كل هذه الضحايا من السوريين أيام باراك أوباما؟ يعني ألم يكن باراك أوباما لتهتز مشاعره أو مشاعر أسرته على مثل هذه المشاهد؟ يعني نحن أنا اكتفيت بوصف أوباما بالبلادة، الآن الرجل أصبح سياسيا خارج إطار اللعبة، لا أدري، لا أريد الآن أن أدخل فيه. وحتى الكونغرس أيضا، لكن أنا أذكر بأن ترامب كان يتذرع بأن يحتاج لموافقة الكونغرس والكونغرس يجب أن الآن هو حصلت الضربة دون أن نعلم، نحن نيام نعم، والكونغرس نام. أقنعت الآن، أنا قلت الرسالة لترامب للكونغرس بكلمتين محاولة إقناع، الكونغرس في حدود المتابعة
لم يكن معترضا على الضربة، السواد العام في الكونغرس ليس معترضا، وإنما كما قلت يطالب ترامب بأن يكون له استراتيجية وكثير من الاستراتيجية. اسمح لي أقول معلومة إضافية، ترامب عندما قرر، عندما قيل أنه تأثر بجملة العوامل التي كنا نتحدث عنها، الداخلي والخارجي والدولي والشخصاني، ألغى أو نحى أجل اجتماع قمة له مع الرئيس الصيني، والرئيس الصيني ما هو رئيس دولة شرق أوسطية، يعني اسمح لي أقول رئيس دولة عظمى، ومع ذلك قال له عندي أمر مهم، اعتذر له وأجل. هذه معلومات مقررة عند الأمريكيين، والتقى بخبرائه. كان عنده ثلاثة خيارات موضوعة على الطاولة. ما رأيك هذه الخيارات نناقشها بالتفصيل بعد فاصل، بعد الفاصل. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، وعودوا بعده لمتابعة برنامجنا، فابقوا معنا. مواكبة للتحديث المستمر، ستنتقل شاشة الحوار للبث على النظام عالي الجودة HD. نرجو التأكد من إمكانية استقبال البث على نظام HD على أجهزة الاستقبال الريسيفر لديكم. حذف القناة وإعادة تنزيلها حال عدم نزولها تلقائياً. تحديث جهاز الاستقبال الريسيفر من خلال شبكة الإنترنت إذا لم تنجح الخطوتان السابقتان. نسعى لتقديم صورة أفضل. يمكنكم استقبال بث قناة الحوار عبر الترددات التالية. حدث، وهذا شيء محزن تماما، أن الصفويين في إيران تحرشوا بالدولة العثمانية واستفزوها وأعلنوا الحرب عليها، فأرغموا سلاطينها المندفعين في العمق الأوروبي إلى أن ينسحبوا لتصفية حساباتهم مع هذا التحدي أو الاستفزاز أو الاعتداء الصفوي على مواقعهم في المشرق. عامل الأساس في عدم قدرة العثمانيين على الاستمرار في اندفاعهم ووضع فيينا بين أيديهم. العوامل التي أدت إلى تراجع الدولة العثمانية ثم انحسارها، في الحلقة 19 من وقفات، يعاد بثها في الأوقات التالية. ما حقيقة توسع النفوذ الإيراني في المغرب العربي؟ وما هي أوجه هذا التوسع سياسيا واقتصاديا وثقافيا؟ وهل لذلك علاقة بحالة السيولة والفراغ في المنطقة؟ أسئلة نطرحها للحوار في برنامج محطات مغاربية، يأتيكم الاثنين الرابع عصرا بتوقيت غرينتش. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مجددا في هذه الحلقة من برنامج المشهد، نناقش فيها أبرز تطورات المشهد السوري خلال أسبوع مع ضيفي هنا في الاستوديو مدير مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية أستاذ زهير سالم. قبل الفاصل أستاذ زهير كنت تتحدث عن خيارات ترامب الموضوع على الطاولة بعيد الضربة الكيماوية لبشار الأسد، وكان هو على أهبة اللقاء بالرئيس بالزعيم الصيني، وهذا كان لقاء مهم جدا للولايات المتحدة الأمريكية. تم تنحية اللقاء لضرورة البت فيما هو في سوريا، واستدعى مجموعة خبراء وهو في منتجعه ترامب، وعرضت عليه ثلاثة خيارات. الخيار الأول، خلينا نقول الذي نفذ، ضربة محدودة في مكان محدد من حيث خرجت طائرات الكيماوي، وتم تأكيد ذلك أمريكيا عبر الرادارات، وتتم بعلم الروس، يعني مشان يخففوا العدد الضحايا والإصابات ما يصير. هذا كان مقصود.
الخيار الثاني ضرب قوات عاملة سورية حيوية عاملة على الأرض، يعني ألوية وحدات متحركة على الأرض. الخيار الثالث الأهم الذي يهم السادة المشاهدين خيار كان عنوانه خيار قطع الرأس، استهداف بشار الأسد. استهداف بشار الأسد في مقر إقامته، ليس فهم الأمريكان عارفين إنه بشار الأسد ليس في القصر الجمهوري، يعني معروف قصر تشرين ما بي... إيه بيعرفوا فينه، هم لابد أنهم يعلمون أين هو. وكان الخيار أن يقوموا بتوجيه قصف ضربة واحدة لبشار الأسد على الطريقة. في التاريخ الأمريكي في بنما في يوم الأيام كان في واحد اسمه نوريجا أيوة، نزلوا عليه إنزال ليلي رئيس نيكاراغوا، لا 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 قناة بنما في بنما في بنما، وأخذوه من هناك وسجنوه 20 سنة وسلموه لفرنسا. فهم كانوا يفكرون بضربة قطع الرأس. ضربة قطع الرأس هذه صحيح الآن، وأنا أريد أن أقول ما معناها، ليش آتي بها. صحيح أنه خيار قد نحي ولم يعمل به، لكن معنى ذلك أنه خيار موضوع على الطاولة، والذي سربه واللي كشفوا الأوراق وقالوا نحن كان عنا كيت 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 وذاكرين هذا الخيار قدمه المستشار فلان فلان الخبراء الأركان، هذا صاحبه فلان فلان، وهذا الخيار ضربة قطع الرأس كان وراءها اثنين من القادة العسكريين الأمريكيين. فالقصد هذا خيار جدي عملي موضوع على الطاولة الأمريكية. ما هو صداه اليوم؟ ما هو رسالته لبشار الأسد شخصياً؟ أن بشار الأسد الآن سوف ينام في مكان لا يصل إليه الجن الأزرق، لم يعد يستطيع أن ينام في مكان معلوم. المكان الذي سينام فيه لن يستطيع فيه أن يستخدم هاتف خلوي، لأنه لو استخدم هاتف الخلوي راح تلتقطه المخابرات الأمريكية. وهل هناك يعني الآن جن أزرق وجن أحمر لا يستطيع أن يعرف أو يحدد مكان شخص، بالنهاية وسيكون أعزل يعني ببعض الحراسة. صحيح. إذا كانوا يعلمون أن الطائرة التي قصفت خان شيخون انطلقت من الشعيرات، وأن هناك طائرة استطلاع روسية قد رصدوا مسارها، من أين خرجت وأين عادت؟ أخي جمال دعنا نعيد الذاكرة. تتذكر أن المخابرات الأمريكية رصدت صدام حسين في أيام الحرب الثانية على العراق كثيرا، ووجهت ضربات كثيرة لمقرات احتمل أنه ولم تنل منه لم تصل إليه. يعني الآن هو أمنه الشخصي سيكون هناك عنده وسائل لقطع علاقته بكل شيء خارجي، بحيث كل الوسائل الإلكترونية تكشف عن وجود صاحبها، وبالتالي سيكون هناك له دائرة أمنية خاصة، حركته ستكون بغاية الصعوبة، سيكون بمزيد من القلق. هل بشار الأسد هو بصلابة صدام حسين؟ يعني كل هذه الأمور تطرح الآن، ونحن نقول بأن بشار الأسد الآن يعيش تحت هاجس خيار قطع الرأس. هذه هي الرسالة. جميل، ولكن في المقابل أنقلك لتصريح سيناتور أمريكي الذي ذكرته في المقدمة، سيناتور لينسي جراهام. نعم. الذي قال أنه باستخدام بشار للنابالم واستئناف التحليق من قاعدة الشعيرات، وهناك دلالة رمزية. نعم. لإظهار صور الطائرات تحلق من مطار الشعيرات، فإن بشار الأسد يتحدى الولايات المتحدة الأمريكية. وقال جراهام بالحرف: إذا كنت عدوا للولايات المتحدة ولا تهتم لما يمكن أن يفعله بك ترامب في أي لحظة فأنت شخص مجنون. يعني أنا أريد أن أقول وأؤكد بأنه هذه الأفعال، العودة إلى الخروج من الشعيرات وخلال 24 ساعة، والذهاب إلى استخدام النابالم واستخدام الفوسفور، والإمعان في القصف والقتل، هو اليوم بالفعل مدرسة تحدي كما يقول جراهام. هذا صحيح. هذه ليست الآن سياسات بشار الأسد، هذه سياسات إيران التي تريد أن تذهب بالتحدي، ستتحدى من حساب بشار الأسد، وروسيا ستتحدى من حساب بشار الأسد. هو بشار الأسد ليس رجل هذا التحدي، ولكنه يساق إليه سوقا، وبالتالي سوف يجعل نفسه في عين العاصفة الأمريكية، في عين ترامب الحمراء، وهذا سيحمله نتائج. لكن أعود فأقول هذا الهاجس، هاجس الملاحقة والمتابعة، سوف يجعل مصير بشار الأسد قريبا وحياته المتبقية صعبة. طيب. جدا جدا.
مواقع النظام قللت من تأثير هذه الضربة، وهناك تسريب لحديث بين ضابطين تابعين للنظام يتحدثان عن أن عدد الصواريخ التي أصابت القاعدة حوالي 24 صاروخ والبقية خارجها، وظهرت صور تظهر بأن التأثير لم يكن تأثيرا كبيرا. هل الخوض في هذا الجدل يعني يظهر بأن ضربات الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن مؤثرة أو فاعلة، أو أن الهدف هو ليس التدمير أو مسح المطار عن الأرض، وإنما هي الرسالة القوية بوصول صواريخ ترامب إلى قواعد بشار الأسد؟ يعني نحن منذ البداية ما رفعنا من قيمة الضربة، قلنا ضربة محدودة رمزية ليست دلالتها لا في قوتها ولا في قسوتها، بل الأمريكان ولا في قدرتها التدميرية يعني. ولا في قدرتها التدميرية ولا في الأهداف الذي يعني استهدفته. قيمتها في رمزيتها، في دلالتها، في التحول السياسي لدى السياسي الأمريكي، هذا التحول في العقل الترامبي إذا صحت العبارة، في عقل صانع القرار الأمريكي والناس الذين يعيشون معه. هذه هي أهمية الضربة التي نتحدث عنها. نحن لا نتحدث عن أن الضربة كانت انتصارا للولايات المتحدة الأمريكية ولا هزيمة لأحد. الضربة هي ضربة ذات بعد رمزي، كما قلنا رسالة أمريكية يجب أن تقرأ على كل المستويات وعلى كل الأبعاد. أنت لمحت في الجزء الأول عن دور المعارضة السورية عموما. الآن هذه المعارضة السياسية كيف يمكن أن تستثمر هذا الزخم الجديد بوجود رأي عام سياسي غربي ضد بشار الأسد؟ يعني خلال أسابيع تغير الموقف تماما، لا يمكن أن نقول بأن الموقف من بشار الأسد هو كما هو، تغير هذا الموقف، كيف يمكن استثمار هذا التغير؟ يعني أولا كما قلنا، يعني نحن لا أريد أن أقول الضربة في خان شيخون، نحن ظفر طفل واحد نبيعه بكل الدنيا، لا، ولكن أنا أقول التوظيف بسموه التوظيف الإعلامي، التوظيف السياسي. أنا لم أقل الضربة، أنا قلت تغير الموقف من بشار. أنا سأقول هذا الذي حصل، يعني المعارضة لم تكن بحجمه، الحدث كان أكبر من حجم من سقف المعارضة. الآن هذا التغير الأمريكي، التغير في الموقف الأمريكي، المعارضة، وأنا ذكرت هذا، الذين ذهبوا إلى الأستانة في لحظة من اللحظات كان يتملكهم شعور بأن الفاعل الوحيد على الأرض السورية هو الروسي، وكان هناك دور دول إقليمية أقنعت بهذا، أمريكا منصرفة، كانت الولايات المتحدة منشغلة بالانتخابات، سياسة ترامب غير واضحة، وبالتالي يعني قيل لهم أن بوتين خلى له الجو، الآن يبيض ويصفر. عندما يذهبون إلى جنيف ويستمعون إلى نصائح السيد ديمستورا، وعندما يقول لهم كونوا عقلاء، أقول كان يخيل إليهم بأن الفاعل الوحيد في المنطقة هو الفاعل الروسي، الكلمة الوحيدة هي. الآن المعطى تغير، هذا المعطى يحتاج إلى استثمار، يحتاج إلى تنمية أيضا الموقف الأمريكي. وأنا أقول كثير، يعني أنا أستمع إلى أصدقائي وأصحابي محللين سوريين يبقون يتحدثون في إطار العدمية، التسخط، كأنه نحن الآن إذا نتكلم كأنه ترامب لازم يكون موظف عندنا ونقول له افعل كذا. لا تحديدا، يعني طالما أنت ذكرت ذلك قولوا لماذا لم يقتل بشار الأسد، يعني لماذا لم يقصف، لماذا لم يغير المعادلة؟ أنا أقول هذه الضربة ستقوي بشار ولن تضعفه. القراءات السياسية كلها مباحة، كلها مفتوحة. أنا أقول هذا فعل أمريكي، هذا قرار أمريكي، إذا كان في حيز إيجابي في الدفاع عن مصالح المظلومية السورية يجب أن نتمسك به وأن نستثمر فيه وأن ندافع عنه. ولا يجوز، يعني بعض الناس يقول لك يا أخي هذا لماذا تعترضون على التدخل الروسي وتؤيدون التدخل. أولا نحن لا طلبنا تدخل روسي ولا تدخل أمريكي، هذا أمر واقع، رجل أو دولة تدخلت لقتلنا ولظلمنا ولتشريدنا، ودولة تدخلت اقتضت مصلحتها أن تضرب على يد الذي يقتلنا. يعني بأي عقل نريد أن نناقش الأمور؟ نحن نريد أن نناقش الأمور بعقلانية، بواقعية سياسية. لذلك الاستثمار في الموقف الأمريكي وإظهار، وأنا لما قلت منذ قليل الضربة الآثمة في مصر،
الضربة الآثمة في الكنائس المصرية، إنما المؤدى العام إلها ما هو؟ أن يقال لشعوب الغرب اللي بده يجتمعوا مبارحة أنه أبناء هذه الأمة وأبناء الإسلام وهؤلاء العرب والمسلمون ضدكم وضد ثقافتكم وضد كل شيء يؤمن بدين أنتم تؤمنون به، المسيحيون القلة المسيحية التي تعيش بينهم. هذه هي الرسالة السلبية التي أرادوا أن يوصلوها. أنا لا أتكلم عن الغبي أو المجرم الذي فجر نفسه، أنا أتكلم عن الذين يلعبون بالأوراق وراء الخطوط. بلدين لم تضرب فيهما داعش حتى الآن أخي جمال، دعنا نقول هذا بكل صراحة، هي التي تبنت الأحداث، وأنا لا أدري إن كان لها يد مباشرة، إيران وإسرائيل ضربت في أكثر الدول العربية، ضربت في مصر، ضربت في سوريا، ضربت في العراق، دمرت، لكن لا في إيران، شيء غريب. يعني هل يصب أو هل تصب فعلا ضربات الكنائس أمس في مصلحة بشار الأسد تحديدا؟ لأن اليمين المتطرف هنا في بريطانيا على سبيل المثال يقول أنه كيف نواجه رجلا علمانيا هو حائط الصد ضد تنظيم الدولة المتطرف الإرهابي الذي يريد أن يقتلنا كما يقتل المسيحيون في مصر. يعني هذه الموجة هي جزء من تيار، هذه الموجة أقصد هذا الهجوم على الكنائس، هذه موجة ضمن سلسلة من الأمواج، وليس فقط الهجوم على الكنائس، الهجوم على كل شيء إنساني، الهجوم على كل شيء حضاري، استخدام حتى السيارات التي يركبها الناس في دهس الناس، اعتداء السويد. يعني هذا الأمر كله عبارة عن أمواج متلاطمة توصل رسالة سلبية إلى عالم قوي بأن التعايش بينكم وبين أبناء هذه الأمة مستحيل، وليس لكم خيار إلا أن تطحنوهم، وبالتالي يأتي الطحن على يد السيسي، يأتي الطحن على يد بشار، يأتي الطحن على يد العبادي، يتم طحن أبناء هذه الأمة، وقت الذي يخرج علينا في كل يوم بيان أبتر، يعني لا فيه عقل ولا فيه فقه ولا فيه دين ولا فيه شريعة، ولكنه يعني يدين شرع الله بالحديث عن شرع الله سبحانه وتعالى. طيب الآن العرب الذين تشجعوا بعد هذه الضربة للحديث حول الملف السوري وجريمة بشار الأسد، بعض من دول حتى دول الجوار والأردن تحديدا الذي كان ملكها في زيارة للولايات المتحدة الأمريكية أثناء الضربة، كيف يمكن للموقف العربي الذي كثير من هذه الدول هي أصلا في مجموعة أصدقاء سورية أن تساعد السوريين؟ يعني هذا تطور، وأنا لا يعني أنتقد أنه الدول الصغيرة والمتوسطة دائما تحتاج إلى ركن قوي تستند إليه أو آوي إلى ركن شديد، كما قال سيدنا لوط تركيا كانت بحاجة إلى ركن تستند إليه، وعندما خذلتها الولايات المتحدة اضطرت أن تنظر تلقاء روسيا. اليوم تركيا أيضا تراجع حساباتها على ضوء الموقف الأمريكي الجديد، ويجب أن يكون هذا واضحا، وتركيا لم تكن مخدوعة أو مكرورة بالموقف الروسي، ولكن يبدو أنها كانت مضطرة إليه. على ذكر الأردن، وأنا أحب الآن أن نسجل ونحن هنا على قناة الحوار أن نسجل تأييدنا لتصريحات الملك عبد الله ضد إيران وضد التفوهات التي خرجت من روحاني ومن غير روحاني ضد الأردن وضد الملك الأردني. ويجب أن أذكر مصطلح الهلال الشيعي منذ أكثر من 10 سنوات أخي، أول من أطلقه كان أول من أطلقه وأحس به وحذر منه هو الملك عبد الله. اليوم نحن أمام معركة مكشوفة، عندما تحاول إيران أن يعني تستطيل وأن تعدو على الأردن، لابد أن يشعر الأردن أيضا أنه في محيط عربي مؤازر، وأننا جميعا مع السعودية مع قطر مع الأردن عندما تكون المواجهة، مع البحرين عندما تكون المواجهة مع هؤلاء العداة الذين يعتدون على أمتنا ويهدّدوننا في هويتنا. يجب أن يكون صوتنا في هذا واضحا، لأن كلمات حسن روحاني عن تصريحات، وما تحدث الملك عبد الله بكلام فيه ظلم، تحدث هناك الآن بعض مجموعات متطرفة على حدود الأردن بسموها يعني محسوبة على أهل التطرف، لا أريد أن أذكر،
لكن الحرس الثوري الإيراني يبعد عن حدود الأردن داخل أراضي سوريا 70 كيلومتر فقط. هذه المسافة لابد أن تسبب قلق للأردن، أن يكون قاسم سليماني وقواته على بعد 70 كيلومتر، يعني رحلة بسيارة تكلف ساعة واحدة فقط. طيب، الآن على الأرض الثوار ما زالوا يحاولون الاحتفاظ بالأماكن التي سيطروا عليها من قوات النظام، والنظام ما زال يشن هجمات عنيفة جدا. الضربة الأمريكية يبدو بأنه التأثير الميداني لها لا وجود له على صعيد العمليات العسكرية اليومية. على الأرض ما زال الثوار يحاولون الاستفادة بما لديهم من إمكانيات، وما زال الدعم العسكري مقطوعا إلى حد ما كما يقول الثوار. هل ستتغير هذه المعادلة؟ يعني أولا نحن نتحدث عن استراتيجية دولية، ربما مصلحة الثورة السورية والشعب السوري، لكن نحن من قبل كنا نتحدث أيضا عن استراتيجية ثورية داخل سوريا. الثوار في ضوء الانتشار الجوي الروسي بهذه الكثافة أصبحوا يحتاجون إلى معركة تفوت على الروسية والأسدية النيل منهم. هذا أمر في علم الثورات وفي حرب العصابات ليس صعبا، يجب أن يكون لدي الآن الشعور بأن هناك واقع دولي وإقليمي متغير ربما يؤمن للثوار هذه الفرص، وأن يعطيهم العزيمة لاستئناف الثورة من جديد. يجب أن نذكر بأن بشار الأسد ليس كما يقول الكثيرون، ليس قويا، والذي بعض الناس يقولون إذا كان قويا لماذا يفعل؟ الرئيس القوي ما بيحتاج إلا يتحالف مع فصيل اسمه زينبيون أو اسمه هذا رئيس دولة. رغم ذلك أنا أقول المشهد الآن متغير في أبعاده الدولية والإقليمية، ولكن أيضا يجب أن يتغير فيما يجري على الأرض. خروج أهل الحي الوعر عندما يعني كأنك تقرأ أفكاري. أريد أن أتحدث عن حي الوعر تحديدا. وأقول بأنه هل جرائم التهجير تقل قسوة وظلما عن جرائم القتل الإنسان الذي يعيش في منزله في بيته، وربما منزل أجداده، عندما تهجر قصرا فقط لأنه ينتمي لطائفة معينة، وتمر هذه الجريمة جريمة تهجير حي الوعر قبل أيام من جريمة خان شيخون، فلا بد أن نتحدث عنها كأبرز تطورات هذا يعني الأسبوع الماضي. سيدي في أكثر من موضع في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى قرن قتل النفس بالإخراج من الديار، تقتلون أنفسكم وتخرجون أنفسكم من ديارهم. هذه الجريمة هي جريمة حرب، إخراج الناس من ديارهم هي جريمة حرب بالقانون الدولي. واليوم الأمم المتحدة مع الأسف في ظل اختلال المعايير السابق كانت تشارك في جريمة الحرب هذه. أنا الآن أذكر أهل حي الوعر، وعندما كانوا ينتزعون من ديارهم من حيهم من مدينتهم كانوا ينتزعون من قلوبنا نحن أبناء سوريا الحقيقيين. وأنا أريد أن أذكر شيء آخر، يعني كما قلنا في البداية الجرائم الجريمة تنسي الجريمة. نحن اليوم لكثرة ما نتابع في كل يوم قصف في هذه المدينة قصف في هذه البلد، أصبحنا ننسى حتى أسماء المواقع. الموقع الذي نذكره ليس أكثر أهمية عندنا من الموقع الذي ننساه. هذا القتل في كل بلدة في كل مدينة من درعا البلد وحتى أقصى الشمال الشرقي في سوريا، هذا القتل وهذا التهجير واستهداف المستشفيات بشكل خاص، هذه الجرائم كلها ارتكبت وظلت ترتكب على مدى 6 سنوات، هي جريمة حرب. إذا كانت الإنسانية وأصحاب القانون الدولي لهم مصلحة في تكريس معنى جريمة الحرب للتحذير منها فيجب أن يمنعوا وقوعها. نحن لا نريد أن يعاقب المجرمون، وإنما يجب أن تكون هناك سياسات دولية عملية. الآن ما جرى في حي الوعر يجب أن يتوقف، ويجب أن يكون لدى القيادات الثورية إنهاء هذه الخلافات ذات الأبعاد، دعني أقول يعني المترفة فانتازيا، يعني بيختلفوا على ألفاظ وكلمات ومعاني لا قيمة لها على الأرض،
وأن يعيدوا بناء مواقفهم وسياساتهم واستراتيجياتهم على أساس المقاومة الشعبية التي تمنع الروسي وتمنع الإيراني من الوصول إليهم. في الدقيقة الأخيرة، كثير من التعليقات على موقع قناة الحوار وغيرها التي تردني أن الشعب السوري الآن حتى وإن تحررت سوريا من نظام بشار الأسد غير متفائل بمستقبل سوريا. تقديرات الأمم المتحدة وحتى المفوضية الأوروبية، سوريا تحتاج إلى تريليون لإعادة بنائها. يعني ماذا تقول لهؤلاء الذين رأوا بلدهم مدمرا؟ يعني دعني أقول قضية التريليون هذه ليست هناك مشكلة. نعم أنا أقر، وأنا يعني للذين يظنون الصباح الوردي بأننا سنطوي بشار الأسد اليوم، إن شاء الله نطويه اليوم أو غدا، سنستيقظ في الصباح الآخر فنجد سوريا وردية أخرى، هذا الكلام غير صحيح. نحن سنبدأ الآن نعاني معاناة التخلص من الجريمة ومن المجرم ومن الفساد، سنبدأ معاناة العمل. سيحتاج عندئذ السوريون إلى الكثير من الوقت ومن الجهد، ولكنهم سيبنون وطنهم على أسس صحيحة. الزمن كفيل، مرت سوريا بنكبات وباجتياحات، ما فعله التتار ما فعله الصليبيون، ولكن دائما خرجت سوريا قوية وجميلة في نفس الوقت، ونسأل الله أن يعيننا على أن نخرج بوطننا ليكون قويا ويكون جميلا ويكون لكل السوريين. نحن نصر على أن تبقى سوريا لكل السوريين، لا نميز لا على أساس عرقي ولا على أساس ديني ولا على أساس فئوي. أشكرك شكرا جزيلا لكم. مدير مركز الشرق العربي للدراسات الحضارية والاستراتيجية أستاذ زهير سالم، كما أشكركم أعزائي المشاهدين، وبهذا أصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج المشهد. أترككم في أمان الله.